ومن الدقهلية ينضم إلينا مراسلنا أحمد عبد الرازق. أحمد، أرحب بك إلى هذه النشرة. حدثنا عن آخر التطورات، خاصة تلك المتعلقة بعمل اللجنة المشكلة لمتابعة اختيار مواقع الأراضي لإقامة سكن كريم. تحياتي لك إنجي. بالفعل هذه محافظة الدقهلية، وقمنا منذ صباح اليوم برصد العديد من المشروعات أو ما تم إنجازه في المشروعات التي تنفذها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في هذه المحافظة. قمنا بالمرور على عدد من القرى والتوابع التابعة لمركز شربين. مركز شربين يضم 26 قرية. هذه القرى أو المركز بأكمله بقراه وتوابعه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هناك العديد من المشروعات قمنا بالتجول عليها حولها ورصدها، من بينها مواقع أو مجمعات لخدمة المواطنين ومدارس ومشروعات للصرف الصحي وغيرها. ولكن نتحدث الآن من إحدى هذه القرى، وهي قرية دينجواي أو دينجي كما يحب أن يطلق عليها أهلها. والموقع الذي نقف فيه الآن هو المدرسة القومية للتربية أو مدرسة التربية القومية الابتدائية 1. اسمح لي إنجي أن نتعرف بمزيد من المعلومات والتفاصيل حول ما تقوم به هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع المبادرة الرئيسية حياة كريمة، من خلال هذا اللقاء مع المهندس مجدي فتح الباب مدير تنفيذ شربين بهيئة الأبنية التعليمية. تحياتي، أرحب بك على شاشة إكسترا نيوز. وأطلعنا بداية مش مهندس عن المشروعات التي تقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذها بالتعاون بالشراكة مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أهلا بكم في مركز شربين. بداية أقدر أقول أن مشروع حياة كريمة وتطوير الريف المصري مش بس حلم الريس، ده حلم كل الريفيين وأنا منهم، وهو من أعظم المشاريع في تاريخ الأمة المصرية. بالنسبة لأعمال هيئة الأبنية التعليمية في مركز شربين، احنا عندنا 31 مدرسة إنشاء في المركز بس، من ضمنها 5 مدارس تم إنهاؤهم بنسبة 100% وتسليمهم للتربية والتعليم بإجمالي عدد فصول 450 فصل وإجمالي تكلفة 221 مليون جنيه. معانا برضو 5 وحدات صحية بتكلفة 30 مليون جنيه، نسبة الإنجاز فيها 60% ما يقرب من 60%. في 27 مدرسة رفع كفاءة وترميم بما يقارب 30 مليون جنيه، دي جاري الترسية والطرح. من ضمن ال 31 مدرسة دول، أنا قلت إن في 5 مدارس تم تسليمهم بالفعل وهيخشهم العام الدراسي 21-22. طيب يا باشمهندس، بالنسبة للموقع الذي نقف فيه الآن، أود أن أشير فقط إنجي إلى أن هذا الموقع وهذه الأرض التي نقف فيها الآن حتى 29 من فبراير الماضي عام 2021 كانت أرض فضاء. الآن نقف أمام 5 أدوار ومبنى شبه مكتمل. نتعرف يعني مدة تنفيذ هذا المشروع الذي نقف فيه الآن فقط 6 أشهر، وكنا قديما أو يعني في عصر آخر ننتظر 20 أو 30 عام حتى يبنى مبنى كهذا أو مدرسة كهذه. حدثنا عن هذا الموقع الذي نقف فيه باشمهندس. بالنسبة للموقع اللي احنا موجودين فيه اللي هي مدرسة التربية القومية رقم 1، الموقع ده في 1/3/21 كان موقع فاضي تماما. احنا بدأنا العمل 1/3/21. الموقع ده احنا شاريين الأرض، الهيئة العامة للأبنية التعليمية شاري الأرض من ملكها بمساحة 1495 متر ب6 مليون جنيه. أما الإنشاءات اللي موجودة هتصل ل8 مليون جنيه، يعني كله بإجمالي 14 مليون جنيه. المدرسة بتتكون من 16 فصل، 4 رياض أطفال و12 ابتدائي، زائد الخدمات من معامل ومجالات وخلافه ودورات مياه وغرف ومنايل المعرفة وكمبيوتر وخلافه شبكات وغيره.
ودي المدرسة اتبنت بسبب الكثافات اللي كانت موجودة في قرية إنجي عشان تحل الكثافات والفترات في قرية إنجي. أنا مش مهندس، بطبيعة الحال أكيد بنيت هذه المدرسة من أجل احتياج هذه القرى المحيطة بها. يعني الشكر موصول أيضا للعمال الذين لا زالون يعملون حتى هذه الساعة في هذه الأجواء وفي هذا الطقس. يعني هذا هو المشهد بشكل عام حتى هذه الساعة ما رصدناه على مدار اليوم، وأعود إليك مرة أخرى إنجي. شكرا جزيلا لك زميل أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز من الدقهلية، والشكر موصول لضيفك الكريم.